بسم الله الرحمن الرحيم. محطة ضغط مشروع الممر السفلي بطريق الملك عبد الله بريدة، شركة الرغاف للتجارة والمقاولات. عمق 19 متر من منسوب سطح الارض، بداية المرحلة الاولى بعد صب الخوازيق وانتهاء من الحفر الخرسانة العادية الاولى. دي شيب المية، مجاري المية اللي نازلة من الحجر، سبحان الله. الكهوف الموجودة كأنها شعب مرجانية، الحجر الموجود كأنه شعب مرجانية، وادي المجاري المائية داخل الأحجار. سبحان اللي فجر من الحجر عيونه.